بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. بنرحب بكل ساده مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده، حلقه للمتعه ان شاء الله، حلقه ان شاء الله نستفيد منها. معودينكم كل سنه ان شاء الله نكون معاكم، وخصوصا في عيد الاضحى. ده اهم سيزون بالنسبه لي، حاجه كلنا بنستفيد منه. حتى لو في معلومات انت بتعرفيها فبنذكر برضه بالموضوع عشان كل الناس تبقى عارفه احنا بنشتغل ازاي. اول حلقات النهارده هتبقى معانا في عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بكل خير في كل انحاء العالم. النهارده ان شاء الله هنعمل جايبين لكم المعلم عصام القصاص معانا. ازيك يا معلم؟ منورك. كله تمام؟ منور الدنيا. كل سنه وانت طيب. الله يخليك، كنت طيب. سنه سعيده على امه الاسلام كلها. اللهم امين يا رب. والمعلم عصام بصراحه من الناس الجميله، يعني الواحد بيحب اشتغل معاه كل سنه عشان هو فاهم هو بيعمل ايه. منك حمد يا رب نقدر نفك يا رب. الله يخليك يا عم عصام. وطالما احنا بنقول طالما هو عارف هو بيعمل ايه، يبقى احنا فعلا هو جدير بالثقه اللي احنا نجيبه فعلا عشان نتعلم منه حاجات كتير بجد. وانا اول واحد بستفاد منه كقطعيه خروف، ازاي نجيب الخروف بتاعنا، ايه هي شروط الاضحيه، كل الحاجات ديت المعلم عصام ان شاء الله هيقدر يشرحها لنا النهارده. هيبقى معانا وهو زي ما انتم شايفين الديكور الجميل اللي هو عامله لنا في الاستوديو. بشكره شكرا جزيلا، هو الرجاله بتاعته طبعا. ما نتكلمش منك. جايب لنا خروف محترم اهوت. ده مش برقي، ده درناوي ده ولا ايه ده؟ الله اكبر، درناوي. لا انت برنس. طب ده احنا اللي هنتعلم منك يا باشا. حبيبي يا عم عصام. ده درناوي. اسكندراني. حلو. 100 100. عشان انت في المكالمه قلت لي ان انت عايز تعمل مشاوي. بالظبط. فانا ما جبتش اللي هو الثاني عشان خاطر بيبقى رفيع. فده بيبقى فيه سنه الملبس على المشوي، بتبقى جميله طبعا. يعني هو يعني عايز تقول اللي هم محلات الشوي والكبجيه بيشتغلوا بالدرناوي طبعا افضل. احلى حاجه. تمام. احلى حاجه، احلى حاجه، وبلدي 100% ودكر 100%. انا مش شايف الزفاره ولا اي حاجه يا باشا. يعني انا بجد والله يا جماعه، لا لا انا قريب الكلام ده 100 100. مش عندنا خالص. مش موجود. مش موجود الحمد لله. دي حاجه كويسه جدا. انا طبعا. يعني كلنا ساعات بنتاذى من ريحه الضاني بالذات في الزفاره، فبنبعد كده شويه وبنتكلم. لكن انا زي ما انتم شايفين كده من اول ما احط. ده الله اكبر. سنه مظبوط، مش كاسر ولا سنه. ايوه. مظبوط، كل حاجه فيه مظبوطه. الله اكبر عليه. هو مش سمين قوي. تمام. ومش احمر قوي. أيوة. عشان خاطر يستوي وينزل الريحه الجميله اللي احنا بنحبها على الفحم ديت، عشان ناكل لحمه على الفحم. بص يا عم عصام، اتفضل. انا عايزك اقول لك ايه بقى، هنبدا نشتغل بحاجه تقوم تطلعها لي ومفصلها لي ومروقها لي. وانت عندك تاتش يا عم عصام عايز تضيفه تحت امرك. تمام. انا ما عنديش مشكله. تمام. احنا مع بعض يا باشا. اهم حاجه ان احنا نفيد الجمهور. بالظبط. وعلى فكره يا جماعه، الجزارين لهم تفيد دماغ ثانيه. يعني الجزار بيبقى له دماغ ثانيه في طهي الحاجه نفسها غير الشيف على فكره. فخلينا نشوف النهارده. احنا هنبقى المعلم عصام على فكره هيبقى معانا يا جماعه الخمس حلقات اللي جايين باذن الله. حبيبي حبيبي. وهنشرح كل حاجه. ده شرف ليا طبعا. ربنا يخليك يا عم. شرف ليا. وانا باذن الله السنه دي، انت السنه اللي فاتت عملت معايا واجب وعملت لي ورقه اللحمه عندي في المحل. انا النهارده هعمل لك بركانه لحمه. بس خليها في يوم تاني. تمام. انا عايز الفخده النهارده. تمام. يلا. تمام. يلا يا عم عصام. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم واحنا شغالين، لكن خليها عصام يشتغل. المعلم عصام يشتغل ويطلع لي الفخده عشان بحس ان انا عايز اعملها مفتوحه يا عصام. تمام. انت هتشتغل معايا طبعا قبل اي حاجه. يلا احنا ماشي. الاول اهوت هنطلع الليه. الليه. تمام. انت الليه دي تستخدمها في ايه بقى؟ يعني برضو على فكره اصل كانوا زمان عندنا اهلنا كانوا بياخدوها بيسيحوها ويعلوها مع السمنه، بس كانت الحته بتبقى صعبه قوي. الليه دي يا باشا في كل حاجه دلوقتي بتتحط. لحد الفول. لحد الفول. لحد الفول. ناس بتيجي جد. والله جدا ناس أبيض. بتيجي تقطع الليه وشايفه الله اكبر الليه جميله. مش الليه اللي هي الرخمه اللي هي الكبيره. ايوه. لا حاجه تمام ومظبوطه. تمام. بيقطعها حتت صغيره على الفول وبتبقى جميله جدا جدا. تمام تمام. ده والريحه طلعوا الملبس. الوش ده. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح دلوقتي القفص. تمام. لو هو مش تمام مش 100 100 مش هيتقطع بكازلك زي دوت. تمام. حلو المعلومه. كازلك بص ماشي في العظم. ماشي في العظم. تمام. تمام يا باشا. الله ينور عليك ما شاء الله. نفتح من جوه اهوت. طلع لك انت جايب الدنيا بالكلام ده كله. حلو. ده انا جايب لك الرئه كمان يا باشا. الله ينور عليك. الفشه معاك. ما هو العليقه كامله. كامله. برافو عليك. العليقه. العليقه كامله. تمام كده. هنشرح دلوقتي بقى ونتكلم عن ايه. عايز اعرف الكبده الله لا يقدر لو فيها حاجه اعرف منين. بص حضرتك يا باشا،
الكبده لونها وردي ازاي وجميله ازاي، ما فيهاش اي نقط، ما فيهاش اي حاجه، ولا اي حاجه، ولونها وردي مش احمر. اه زي ما انتم شايفين القلب. تمام. حلو. بنفتحه. اه شريحه. ايه لازمه اللي فتحه القلب دي؟ انا بشوف جوه في اي حاجه مش مظبوطه. جميل. انما الله اكبر زي الفل، هو وردي ما شاء الله، وردي وجميل. تمام. الفشه وكل حاجه والعليه كامله. هظبطها لك انا في حلقه تاني دي. انا ماشي فاهم. ماشي. تقلقش يا بتاعك. خلي بالك احنا جايبين زي ما اتفقنا المعلم عصام ان شاء الله هيبقى معانا. المعلم عصام ان شاء الله هيبقى موجود معانا زي ما اتفقنا الحلقات اللي جايه، وكل حاجه هيفصلها لنا، هنبدا ان شاء الله نطلعها ونشتغلها. هو هيطلع لنا دلوقتي الفخدتين عشان نبدا ان شاء الله نشتغل بيهم، واحده قبل الهواء وواحده على الهواء ان شاء الله. بقول لك ايه، عايز اعرف بقى الاضحيه، شروط الاضحيه عشان تطلع مظبوط، يبقى شرعيه 100% وما يبقاش فيها اي مشكله لما اجي اشتري الضاني. نمره واحد يا باشا، الحاجه اللي انت ترضى تاكلها اكل منها اي حد وانت محترم. فجميل. واخد بال حضرتك؟ نسمع يا جماعه عشان في ناس عارفه المعلومات دي لكن برضو يعني بناكد عليها تاني. اتفضل يا معلم. الحاجه اللي انت ترضى تاكلها اكل منها اي حد. تمام. انما في زبون بص يخش عليا يقوم قايل لي ايه؟ لا ده انا عايز القرون تبقى سليمه. القرون سليمه؟ مفيش خروف، حتى لو انت مش شايف القرون بعينك مفيش خروف ملوش قرون. حلو. تمام. لازم يبقى ليه قرون. وما تبقاش مكسوره يكون افضل. يكون مكسوره يفضل. مكسوره ماشي يبقى غلط. انما ما تقولش ان هي مش موجوده. تمام تمام. واخد بال حضرتك؟ ما تقولش ان هي مش موجوده عشان هي بالفعل موجوده بس بتبقى صغيره مش باينه. تمام. وايه تاني؟ ما يكونش متعور. حلو. تمام. ما يكونش مريض. جميل. في بقى مشكله دلوقتي بمثابه مصيبه، اللي هي كل الفلاحين او كل الناس المربيين دلوقتي بيقوموا مدين حقن اوفوماك. حقن حيواني اوفوماك للخرفان او للبهايم قبل البيع. قبل البيع بفتره المفروض. مده السحب منها من اللحمه بتبقى 20 يوم. تمام. ممكن تبص تلاقي واحد قام مدي النهارده الحقنه ويجي الصبح في حد عايز يشتريها منه شروه حلو قام بيعها حلو. لا اله الا الله. طبعا مش كله، احنا مش في العموم يا معلم عصام، هو بيتكلم عن بعض الناس بيعملوا كده. طبعا. فعشان احنا كده بنقول لازم المكان يبقى موثوق منه. منه. الجزاره بالذات. دلوقتي بقى يا معلم عصام انا عايز الفخده، احنا دلوقتي بنجيب الفخده عشان معلم عصام هيعمل فيها شغل عالي، لان احنا هفتحها وهحشيها ورق عنب. عينينا يا الله. الله. لا انت زي ما ليك تطشاتك يا باشا، انا ليا برضه شغل. الله الله يا باشا. وما نخش على شغل بعض. الله. بنتعلم منك. لا لا انت حبيبي يا عصام والله، حبيبي والله. ناس محترمة بجد. ما شاء الله. حبيبي يا شيخ حامد. السلام عليكم. أنا عملت كده في ورقة اللحمة. أيوه فاكر؟ يلا بقى نبدأ. احنا ناخدها ونشتغل فيها. تمام. طب بس أنا يعني هطلب منك طلب بس بعد إذنك. اتفضل. أنا عايز أسيب حتة الموز اللي تقع معاها و تمام. هو احنا مش في حلقه هنعملها بموز بس؟ طب احنا نطلع الموزه دي مالكش دعوه بيها خالص عشان هي ليها ناسها كده برضه. أيوة. كده انت صح برضه، ليها ناسها برضه. يلا بينا. بص يا باشا. تمام. نيجي. والله يا جماعه يعني ما شاء الله ما شاء الله، انا يعني مش شايم ريحه زفاره ولا اي بجد والله ما شاء الله. انا يعني ده حتى غير السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت فعلا ما كنتش شايم ريحه زفاره، لكن السنه دي احسن واحسن ولا لان أي بجد مش شامم اي ريحه زفاره. ما شاء الله عليك. عايزين بس نجيب لك الحاجات دي هنا كده احنا صم. تمام. نبدا نسخن بقى كده بقى. عادي انت حضرتك ممكن تشتغل معايا، اعتبر نفسك في مطبخك بالظبط. يلا يا عصام انا هشتغل اهوت. يلا يا باشا. لان من الحاجات اللي فيها فن، اللي فيها فن يا جماعه مش كلام، الجزاره كلها فن وفيها صنعه. فانا بصراحه انا يعني من الناس اللي بجد بحترمهم المعلم عصام. انت وعلى فكره راجل شيب برضه يا جماعه، يعني راجل بيفهم حلو قوي في الاكل العالم كله والله بيحترمك. الله يخليك. الله يخليك. اتمنى ان هو يشتغل معاك. الله يخليك. وطبعا معلم عصام القصاص طبعا مكانه في حلوان، الناس كلها عارفه طبعا مكانه. ما تكرمش منك. جزاره القصاص ربنا يكرمك. نبدا نشف الحاجه يا عم. ما شاء الله ده فيها كميه لحم محترمه يا عصام. طبعا. ايه الحلاوه دي؟ وحته لا زي ما قلت قبل كده برضو يا جماعه، قبل ما نعمل حته اللحمه بتبان والله هتاخد قد ايه سوا. طبعا. على طول بقول الكلمه دي. طبعا. يعني قبل ما امسك حته اللحمه هعرف هتاخد سوا قد ايه في الفرن. طبعا. فدي باينه ان هي ما شاء الله مستويه. مستويه انت فاهم. تسلم ايدك. اخبار الموسم السنه دي ايه؟ يعني برضو ما قلتليش. الاسعار جميله.
الاسعار مريحه جدا. مش هتقولي على السعر؟ طيب الاسعار بتاعت الضاني الجيش عامل شغل حلو قوي. تمام. منزل لحمه باسعار جميله. احلى موزه دي ولا ايه؟ احلى موزه دي ولا ايه؟ شفت يا عم جمل موزه عامله ازاي؟ احلى حته لحمه تاكليها من الموز، تبقى منصره كده الدهن بتاعها وملبسها زي ما بنقول، فتبقى حاجه محترمه جدا. نسيبها كده هنا دوت. قولي الاسعار. الاسعار تتراوح من 50 البقري ل 55. 50 ل 55. اكتر من كده ستوب. حلو. الجاموسي من 45 ل 47. اكتر من كده ستوب برضه. جميل. الضاني. الضاني ما شاء الله الضاني استعدادي حلو قوي، وصل ل 55 جنيه 56 جنيه. انا مش شايف بصراحه حاجه غليت عن السنه اللي فاتت. ده رخصت. ايوه انا بتكلم في كده. احنا السنه اللي فاتت كان 60 62 حصل صح؟ لحد 65. لحد 65 حصل. طب والله دي حاجه كويسه. بيختلف الانواع يا معصام؟ هي يعني طبعا هتختلف الانواع. بيختلف على الدرناوي عن ال هتختلف، بس السعر تقريبا واحد اشوف حاجه. تمام. بس هو انت هتاخده تعمل بيه ايه؟ جميله يعني بس يعني انت على حسب احتياجه. انا فتحت لك ما شاء الله عليك، والله تسلم ايدك. تمام. يعني لما واحد يفتح فخده في اقل من 3 4 دقائق ده احنا كده نخش مشروع جينيس. تسلم ايدك. ده بيتكلاوي طبعا. ليه شغل عندنا دلوقتي يا سيدي؟ يا سيدي ما تيجي نعمل اكله مخاصي برضو في حلقه كده شويه. ماشي مجهز. نشيل الخاصي. نشيل بالظبط. يا نهار ابيض، ده لها ناس اكيله طبعا. احنا فتحناها. دي بقى دي هنفتحها زي ما اتفقنا عشان هنحشيها ورق عنب وهناخدها رستو عشان هنبدا بيها الحلقه النهارده ان شاء الله. تمام. هتعمل فيها حاجه تاني؟ هفتحها لك خالص. هتفتحها لي خالص عشان احشي بقى زي ما انا عايز. وتقفل و يلا. ظبط. الله ينور يا عم حسام يا جماعه. تمام. بصوا يعني بصوا يا جماعه، حته اللحمه لا حاجه محترمه. واحنا قصدين على فكره ان احنا نسيب السمين شويه فيها ده. طبعا تديك طراوه في اللحمه يعني وتبقاش طالعه ناشفه مش هنتعب ان احنا نشيلها، بس احنا قصدين دوت. تمام. تعمل بقى ايه تاني الفخده؟ يعني اعمل بقى ايه تاني الفخده؟ انت برضو راجل عندك خبره في فخده الضاني، بس بعيد عن العجالي. فخده الضاني احنا ممكن برضو نقوم عاملينها مشوي، بس مشوي مش ريش. الشوي مش شفية. مش شفايه. جميله جميله. حكايه هي ما شاء الله. بص عامله ازاي حكاية. ما شاء الله حكايه يا باشا. تسلم ايدك يا معلم يا سواد. حبيبي يا باشا انت تؤمرنا واحنا علينا التنفيذ. الله يخليك يا رب. احنا دي اول حاجه النهارده يا جماعه بدانا بيها، كان معانا المعلم عصام. بدانا في اولى حلقات عيد الاضحى المبارك، اعضاء الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل سنه وانت طيب. سنة طيبين. ربنا يخليك يا عم عصام. واول حاجه هنبدا فيها ان شاء الله الحلقه بتاعتنا النهارده، هنعمل الفخده ديت وهنعملها رست وهنحشيها ورق عنب. هناخد فاصل، وبشكر طبعا المعلم عصام اللي هو شرفنا النهارده ونورنا. كل يوم هتبقى معانا باذن الله باشا. انا اتشرف بيك. ربنا يخليك يا عم عصام. الشيف حامد الشيف بتاعنا اللي مدلع. حبيبي حبيبي يا عم عصام. نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وبنشكر طبعا المعلم عصام القصاص طبعا الجزارة الجميلة والمعلم الجميل اللي كل سنة بيبقى معانا، لأنه فعلا ادي العيش لخبازه، هو فاهم وبيعمل ايه كويس. خدنا أول حاجة قطعية من الفخدة وبدأنا اللي هو ياخدها، وبصي على اللحمة وجمال اللحمة وهو بعد ما فردها لي زي المنديل. وهنبدأ اللي أنا أتبلها وأبدأ اللي أنا أحط فيها المحشي ورق عنب، فهتطلع حاجة وهمية بصراحة. طبعا انت في البيت تيجي تعملي كده، هتبقي راحه للجزار واعتمد على الجزار بشكل اكتر في الحاجات دي. موضوع سهل جدا، ومش شرط نروح للجزار عشان يجيب منه لحمه، لا احنا ممكن نروح للجزار عشان يشف لنا حته لحمه. ممكن ناخد له فخده، ممكن نروح ندي له فخده عشان يعملها لنا زي دي كده بالظبط. يعني بص بعد دي كانت كده صح؟ الفخده كانت كده طبيعي. بص هو خلاها خالص من العظم وفردها لي زي المنديل قدام حضرتك اهيت. وبعد كده نبدا اللي انا احشيها ورق عنب وابدا اتفينها عندي في الملح والدقيق. طيب تعالوا نبدا عندنا في السلطه المشويه. خلي بالك المعلم عصام ان شاء الله هيبقى كل يوم معانا، هنعلق الخروف وهناخد منه القطعه اللي احنا هناخدها ونبدا نشتغل بيها.
وهو ان شاء الله هيبقى معايا في حلقه خاصه عشان هو بيقعد عندي ابتكارات كتير جدا وهو انسان مبتكر. فخلينا نشوف ان شاء الله الحلقه دي قريب جدا معاه. تعال نشوف السلطه المشويه هنعملها ازاي. اول حاجه مبدئيا بنجيب عندنا، هجيب بس سكينه ننزل مقادير السلطه المشويه. بسم الله. عندي بصل قورمة، عندي بتنجان عروس، بعد كده عندي فلفل رومي، عندي طماطم، عندي زيت زيتون، وبعد كده عندي بابريكا وشطه وكمون، وعندي زعتر، وعندي عصير ليمون وشويه الملح. طيب انا عايز اشوي الكلام ده كله، نشويه ازاي؟ دي السلطه المشويه الجميله. طبعا اللي عنده فحم يشتغل يشوي على الفحم، بعد ما يتبلها الموضوع بيبقى مختلف تماما. باخد عندي البصل القورمة الصغير، والبتنجان العروس طبعا بكون غسله، والفلفل الرومي، وبعد كده باخد عندي الطماطم. ويا سلام لما تجيبي الطماطمايه البلح ديت، طماطم البلح دي بتفرق كتير جدا في الشوي، اللي هي بتبقى طويله من قدام دي، دي بتبقى تحفه في الشوي. طيب بعد كده بعمل عندي تتبيله، احط عندي هنا في البوله زيت زيتون، وبعد كده عندي الملح، ادي شويه الملح، وبعد كده عندي شويه من ايه، من الزعتر او الروزماري، ونقلب الخلطه دي مع بعضها. بقيه الخلطه دي هنسيبها على فكره ايه لحد ده ما يطلع من الفرن. واجيب عندي مجموعه الخضروات دي، حط عليها التتبيله المحترمه ديت، ونقلب كل ده مع بعضه. حلو الكلام اهو. وبعد كده نروح فين؟ عندي على الفرن هبدا ان انا اشويهم كويس جدا. هجيب بس كده الشيش بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما عندكيش خلال الشيش، بصي هات الصاج على طول، ابدأ ايه، حط صاج زي ده كده اهو، حط البتنجان العروس رصيه في الفرن. اللي عنده شوايه فحم طبعا يشتغل عليها. اول حاجه البتنجان العروس، الطماطم، هذه الطماطم، حلو الكلام، البصل، اللي عنده شوايه زي ما اتفقنا يشتغل على الشوايه، ما عندوش بجيب انا الكلام ده كله وبحط صاج تحت عشان ما يقعش على الصاج من ايه، من الصاج نفسه بتاع الفرن ويبوظ حاجه. ادي حطينا البصل، بعد كده حطينا الفلفل الاخضر، ونشوي الكلام ده كله قدام حضرتك اهو. دي الخلطه اللي انا عملتها للخضار المشوي او سلطه الخضار المشوي بعد ما رصيناها عندنا كلها في الفرن. ببدا ان انا اقفل الفرن عندي لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. هبدا بقى ان انا احط عندي الخضار عندي فين؟ في الفرن لحد ما يبدا اللي هو يتشوي معايا ويتظبط معايا كويس جدا. حلو الكلام قوي ده. طيب بعد كده لسه طبعا هيطلع وهنفرمه وهنعمله جنب الفخده بتاعتنا. الفخده دي بقى هنعمل فيها ايه بقى؟ الفخده بعد ما جبناها فردناها منديل بعد ما المعلم عصام جزاه الله كل خير عملها لنا كده زي ما انت شايفه وظبطها لنا، ببدا ان انا اعمل لها التتبيله الجميله. اللحمه ما شاء الله، يعني الخروف الدرناوي ده حاجه محترمه جدا، يعني بجد انا واقف جنب الخروف مش شام ريحه اي زفاره خالص في الضاني. وقال لي معلومه كويسه جدا اللي هم بيستخدموه للشوي، قال لك اللي عايز يشوي يشتغل من الدرناوي ده. وشايفه اللحمه لونها الوردي الجميل بعد ما فردناها كويس جدا. وممكن تجيبي طبعا مبط وتبداي ان انت تفرديها عشان نعمل فيها الشغل العالي بتاعنا. طيب بجيب ايه بعد كده يا عم جمل؟ بقوم جايب عندي خيط دوباره زي ده، واقوم عامل له عقده كده من قدام، عقده من هنا كده اهو، ونقفل العقده دي كويس جدا. حلو الكلام اهو، العقده دي بتعملها تقوم واخدها من تحت كده، من تحت الفخده
واجيب كمان شويه حوالي اربعه، انا طبعا عامل اربعه جاهزين اهم، وتقومي ايه ممرراهم كده من تحت الفخده نفسها عشان نقفل على الفخده بعد ما تبدا اللي هي تاخد المحشي بتاعنا. اتنين يمين واتنين اتنين بالطول واتنين بالعرض. نركز مع بعض بقى. ادي الاتنين بالطول واتنين بالعرض. حلو. طيب الخطوة اللي بعد كده التتبيلة. تعالوا نعمل التتبيلة اللي انا هعملها للفخدة بتاعتنا. اول حاجة عندنا طماطم. بجيب الطماطم بجيب عندي الكبة اقطع فيها الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قطعتها مكعبات احطها عندي في الكب عشان ايه افرمها. بصلايه مبشوره ثلاث فصوص ثوم مفرومين، اهم حطهم مع الكلام ده كله. بعد كده عندي معجون طماطم. جيب بس سباتيولا ننزل الزيادة دي كلها. وبعد كده عندي شوية من البهار. وبعد كده عندي شوية جزر مبشورين. وعندي الملح والفلفل. فلفل أسمر. والملح. حط عندي زيت الذرة كله في الكبة الجميلة بتاعتنا ونبدأ ان انا افرم الكلام ده. يا ريت وانت بتفرمي بقى التتبيلة ديت ما تنعميش التتبيلة قوي، خليها خشنة معاكي. بس كل ما تبقى التتبيله خشنه معاكي كل ما يكون نتيجه محترمه جدا وزي الفل. نقوم واخدين الكلام ده كله ورايحين تتبيله ريحتها بصراحه تحفه. بجيب عندي بقى التتبيله ديت وابدا اللي انا احطها فين؟ اوزعها على الفخده. هتاخد تتبيله من بره ومن جوه. اصحى بقى للكلام عشان ايه الكلام اللي جاي جامد قوي بقى. نقوم واخدين التتبيله دي حاطينها في الفخده ونوزعها توزيعه محترمه عليها. يفضل طبعا ان انت تسيب التتبيله ديت فتره حلوه في التلاجه، اربع خمس ست ساعات، يوم كامل في التلاجه. طيب بعد كده ما عملنا ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا المحشي ورق عنب اللي احنا لفينه، وتقوم واخداه وتبدأي اللي انت ترصيه. نقوم واخدين محشي ورق العنب ونبدأ نرصه رصة على شكل هرمي عشان هنقفل عليها الفخدة نفسها. طب يا عم المحشي معقول هياخد نفس السوى بتاع طبعا انت ما عملتوش معايا الطاجن قبل كده اللي احنا عملناه اللي هو بياخد 8 ساعات عندنا على النار. هتاكلي المحشي اكنه يعني مستوي على نار عادية جدا واكنه بقاله ربع ساعة بس على النار، وهيبقى طايب قوي اهو. نرصي محشي ورق العنب، والوحيد اللي يتحمل المحشي الفلفل الاخضر والمحشي ورق عنب، اي محشي تاني ما يتحملش الموضوع ده. والمنيو هينزل قدام حضراتكم، اكتبوه على ايه ما نقعد نفنن كده
لان الموضوع حلو، الموضوع لذيذ مثير، ولسه بعد ما تشوفوه كمان بعد ما تطلع هتبقى عامله ازاي. نحشي ورق العنب، بنحاول كل سنه نقدم لك كل ما هو جديد بالنسبه للقطعيه بتاعتك، او طبعا انت بتاخدي القطعه اللي انت عايزاها وتبداي اللي انت تشتغلي فيها. فانا هعمل لك اجزاء كتير قوي من الخروف بشكل ان شاء الله جديد، انا والمعلم عصام ربنا يبارك له، عصام القصاص، وهنوريك ازاي تعملي الحاجه دي. ادي محشي ورق العنب، نلف كده، حلو الكلام، تمام قوي، كفايه كفايه. نبدا نعمل ايه بقى؟ ناخد عندنا الفخده دي كده ونلف فين، يعني نحاول على قد ما نقدر اهي الدوباره، اخلي الدوباره دي لتحت كده شويه، ونقفل الفخده كويس جدا على الورق العنب. يعني بقى ايه المفروض الموضوع ده ايه، اتنين يبقوا ماسكين مع بعض كده. ولسه في باقي تتبيله هنديها لها بعد ما نخلص. تعالى ناخد اول عقده كده، ونقوم واخدينها ونلف ونلف، ونقوم سايبينها ما نعقدهاش قوي. ناخد التانيه اهي، كده كده ايه هنقلب الكلام ده كله وهوريها لك. هناخد فاصل ان شاء الله دلوقتي، وبعد الفاصل بعد ما اتاكد بس، عشان ايه انا في ناس هتخش معايا، عشان انا هلم والناس هتربط، عشان بس ايه نبقى واضحين مع بعض. لازم دي تتلم، بص ازاي يعني الم كده بايدي، فاهمه ازاي اهو، عشان ما باينش اي خالص حاجه من ورق العنب. وبعد كده ايه حد يربط معايا عشان يمسك معايا الايه الحاجه ديت عشان تطلع محكومه مظبوطه. نكمل بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وبعد ما كتفنا الحاجه ديت قدامكم اهيت زي ما انتم شايفين، الفخده ورق العنب جواها قفلناها كويس وتمام التمام. تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. بنجيب عندي الصاج، واجيب عندي بصل، وابدا ان انا اقطع البصل ايه مكعبات، وكرات، بس نجيب بصلايه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. جزر، هناخده ونحطه فين؟ هنا في الصاج في النص. خلي بالك يعني احنا مش انا لو تلاحظي ما حطيتش بس الا ايه شويه بهارات صغيرين. اللحمه يعني عصام قبل الهوا المعلم عصام الجميل بيقول لي ايه؟ بيقول لي بلاش اللحمه لما تكون حلوه قدامك وطعمها حلو بلاش تحط فيها ايه توابل كتير. لكن احنا المصريين بنحب برضو حته الخضار في الحاجه شويه مع اللحمه. فلو تلاحظي انا بعمل ايه؟ انا كل اللي انا حطيته بحط خضار، طماطم، بصل، الحاجات دي بصراحه عمرها ما بتاثر على اللحمه او بتخلي طعم اللحمه مش حلو، لا بالعكس بتعلي من القيمه بتاعه اللحمه. وانا مقتنع بحاجه فعلا، اللي قطعه اللحمه زي ما هو قال ما بتحتاجش الا شويه ملح وفلفل. يعني اللحمه عندنا لو هي حلوه معاكي زي دي تتاخد وبتتحط في ملح وعليها في ملح وفلفل وبس، زي ما بنشوف مثلا البرديم، عارفين البرديم اللي هي اللحم المدفون في الرمل ده بيتحط على فكره
سليم زي ما هو، يعني الذبيحه بتتحط زي ما هي، الخروف بيتحط زي ما هو سليم، ويطلع يتحط عليه شويه الملح وخلاص، ولا فلفل ولا بهار ولا بيتبل. بس بيقعد بكام ساعه بقى؟ 7 ساعات او بالثمان ساعات، وساعات بيقعد باليوم كامل. بس تاكل حته لحمه بصراحه حاجه محترمه. خدنا الكرات اهو، اه تمام، قرفه خشب، وبعد كده الحبهان، الحبهان يا جمل، وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه من التتبيله ديت عليها كده من تحت. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نقوم واخدين الصاج ده، صلاة النبي، حطينا هنا على البوكي جورني بتاعنا، وبعد كده نقوم واخدين عندنا التتبيله الباقيه، وعلى حته الفخده كده من فوق لو مش معموله صح الفخده مش هتبقى طالعه بالشكل اللي قدامك ده، اللي هي متشفيه صح. نقفل كل الكلام ده كله مع بعضه عشان هنبدا نشتغل عندنا في العجينه نفسها. خلصت كده يا باشا. طيب ناقص ايه بقى تاني بقى؟ طريقه التسويه، يعني اهم حاجه في حته اللحمه ازاي تسويها. انا عايز اطلع حته لحمه تكون زبده، عايز فويل يا شباب والنبي. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. شيل دي بقى خلاص، وبعد ما تبلنا التتبيله كده وظبطناها، تعالوا كده نعلق على حاجه كده واحنا شغالين بالمره. انا اعلق على حاجه واحنا شغالين بالمره كده. بص، لتر لبن، ما هو لازم مع الفخده ديت حاجه ايه، حاجه تطر كده علينا، فبحط عندي لتر من حليب، واحط معاهم كوبايه الا ربع الرز بلبن الصح، كوبايه الا ربع من الرز على لتر من الحليب قدامك اهوت، بنقوم ايه ضايفين الرز على الحليب ونسيبه يتنقع معايا بس، ونقوم واخدينه الكلام ده كله ونسيبه يتنقع نص ساعة. بحط لتر لبن على كام كوباية الا ربع من الرز. طيب بعد كده بقوم عامل ايه بقى؟ جايبين يا باشا الدقيق على الكونتر، احط قد الدقيق ملح خشن، عجينه ملح، بنعمل عجينه ملح، ونقلب الملح كويس جدا مع الايه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، ونلم الكلام ده كله. شفت الراجل بتاع المونة؟ هنعمل زيه بالظبط. هو الجمال كان شغال الشغلانه ديت قبل الموضوع ده، فهو عارف انا بعمل ايه اهو. ونجيبين جايبين الميه حطينا هنا في النص، وابدا اخد من هنا انزل على الميه. انا اشتغلت الشغلانه دي والله وانا صغير، انا يعني الحمد لله اشتغلت حاجات كتير قوي وانا صغير. كل شغلانه فيها فن، بس ان انا اتعلمها لا صعبه، عايزه اعصاب، عايزه اعصاب، وعايزه قوه تحمل. فبجد لا، من الشغلانات بصراحه الموانين دول حاجه صعبه جدا، وشغلانه والله كلها فن. بص بقى هتقوم واخده دي، وتقومي لفه لفه ثانيه، خصوصا انا لسه ما حطيتش ايدي خالص في العجينه، انت فاهمه ازاي؟ لسه ما حطيتش ايدي خالص في العجينه. نجوف في النص، نقوم حاطين شويه ميه تانيين، والنواشف نقوم واخدينها حاطين عليها
ونقول للساعة ايه بعد اذنك الساعة هنا. طبعا اللي عايز يعمل في بولة يشتغل في بولة، ما عنديش اي مشكلة خالص. العجينة كتير معلش، عشان ايه ما فيش اي مشكلة خالص، عشان الحاجة تطلع مظبوطة معايا. هو ينفع اللي انا اعملها في العجان؟ هو ينفع في العجان، بس انا هاخد يعني كميه كبيره قوي، فحرام ان انا ابوظ ايه العجان. فخلي ايه اخليها على ايديا احسن، هي كده كده مش تاخد معايا، انا مش هخدم عجينه ولا اخمرها ولا حاجه، انا مجرد عندي على فكره معجنها هبدا ان انا اشتغل فيها على طول، هفردها واشتغل بيها. تمام كده نفرد ونلم العجينه كويس، ولازم تسيطري على العجينة، ما تخليش الحاجة تسيطر عليكي. دي اللي أنا بعملها إيه؟ عجينة ملح. هي دي اللي هتسوي الفخدة اللي أنا بعملها. معلش بقى ايه، ما بنتكلمش كتير ومركزين في العجن، بس هي دي الفكره بس. بس هتشوفي نتيجه والله محترمه في الاخر. ايه يا ابني التعب اللي انت فيه ده؟ بس هتشوفي في الاخر نتيجه محترمه، فما فيش مشكله. هو كل الحوار ايه، كيلو دقيق وكيلو ملح خشن، بس انا حاطط كيلو ونص من الملح وكيلو ونص من الدقيق عشان عايز اغطيها كلها وتطلع معايا ان شاء الله مظبوطه وما فيهاش اي مشكله. خلي بالك يا ريت يعني قبل ما تحط العجينة تسيبها في التتبيلة دي تغطيها، وتسيبها في التتبيلة دي لمدة يوم يفضل يعني. هنلم بقى كل الزيادات دي. العجينة بتبقى ماسكة مفيش أي مشكلة خالص فيها. تمام، هجيب عندي بقى ايه الدقيق، شوية دقيق ونفرد لو عايزة تريحيها، وبعد كده نبدأ اللي انا ايه افردها كويس قوي. تاخد مجهود شوية، ما فيش مشكلة خالص. ادي العجينة قدام حضرتك اهيت، بسيبها بس ايه ونقوم واخدينها كده بالمردنة. نلف شايفه ازاي بعمل لك والله، يعني الايام اللي فاتت ديت بنضغط على نفسنا شويه هنا على الهوا، والموضوع سهل ان اعمل عجينه قبل الهوا والله، واقوم قايل لك ايه بتحط دي على ديت وبفرد، لكن انا بحب خلاص ان انا اضغط على نفسي شويه في موضوع حته الهوا ديت. زي من فتره كده ما كنت عامل القرع ووريته لك عامل ازاي، وقلت لك هعملوه على الهواء واطلعه لك واوريه لك على الصفحه، والناس الحمد لله لقيتها اتبسطت من الموضوع ده. خلاص هنشتغل على كده، نحاول على قد ما نقدر نشتغل في الموضوع ده كده. تمام، بعد كده بقوم جايب عندي الفويل، ثلاث طبقات اهم، نقوم واخدينهم ومغطين بيهم، الفخدة بتاعتنا. بعد كده نقوم واخدين دي لفين على المردنة، نستنى عشان ما تقطعش، فلازم ايه هنلفها كويس
البداية ايه وابدأ ان انا اشيل الزيادات دي كلها؟ هو ايه فايدة العجينة اللي انت بتحطها دي؟ العجينة دي حضرتك بتسوي الملح نفسه الخشن ده بيسوي الحاجة نفسها مع الدقيق بيحمي الحاجة، يعني فاهم ازاي؟ يعني لو درجة حرارة في الطبيعي واصلة لها جوه 180 يبقى مع الملح الخشن ده توصل لها 290 280، شايفة الضعف قد ايه؟ او شايفه هو ده فايده الملح الخشن، فبتخلي اللحمه طالعه قطعه زبده. وبقول قبل كده وقلت كذا مره الموضوع الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها على السوشيال ميديا حته اللحمه اللي بتسيح ديت هو ازاي بيحطها في الفرن كده وتطلع، طب هي هو الفرن ده معقوله مش هيحرق حته اللحمه؟ لا، هو في طرق تسويه كتير جدا للحوم، لكن للاسف هم ما بيوريكيش ازاي بيسووا، هو بيستعرضوا الحاجه قدامك وانت ايه بتقولي الله ده اللحمه ازاي طلعت العظم من اللحم كده من غير حتى اللحمه ما تتحرق معاه وتطلع مثلا فيها لون اسمر. فطبعا كل حاجه لها طريقه تسويه، فده من ضمن طرق التسويه الملح، عجينه الملح، في التلج على فكره، في تسويه بالتلج على فكره، في اكتر من كذا نوع تسويه. ان شاء الله نعمل حلقه كامله عن موضوع التسويه ده، في على الحجر، في على الفحم، في على النار، يعني كل في حاجات كتير جدا نتكلم عليها. أمكنها كويس وأجيب عندي مية وأبدأ أمشي على الحاجات دي كلها بالمية كده عشان أقفل المسام كلها بتاعة الفخدة. تمام، بعد كده بقوم عامل إيه بقى؟ تعال نبص على السلطة المشوية عم جمل ونبص عليها. خلاص هي استوت معايا، بص الفلفل الاخضر مع البصل مع الطماطم، بص الصاج اللي انا حطه تحت فايدته ايه؟ لا له فايده طبعا. وعايزه تشغلي بس الشوايه، شغلي الشوايه مفيش اي مشكله. ناخد الحاج الكبير ده بقى نروح فين؟ على الفرن على درجه حراره كام؟ 190، اربع خمس ساعات، اربع خمس ساعات كده نسيبهم ونشوف حته اللحمه اللي هناكلها هتبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قدامك اهوت، بسيبها على درجه حراره 180 وبعد كده ببدا ان انا اسيبها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. ثواني يا جمل. هي يعني مجرد اصلا مش مستاهله ان انت تفتحي عليها الفرن. مجرد لحضرتك اللي انت الاربع ساعات تقعدهم في الفرن خلاص هي استوت معاك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنضف مكاني واظبط حاجتي عشان هبدا ان انا اشتغل عندي في الرز بلبن. الرز بلبن زي ما اتفقنا لتر من الحليب، وبعد كده عندي كوبايه الا ربع منين من الرز، واسيبهم عندي على نار يكون هاديه وكل شوية أقعد أقلب فيه. الرز بلبن الصح ما بياخدش نشا، مفيش أي نشا خالص بياخده، ولا كاستر ولا أي حاجة خالص، هو النشا اللي بينزل من الرز هو ده اللي بيسوي معايا الحاجة وبينشيه معايا وبيطلع زي الفل. تعالوا نعمل مع بعض على طول المكسرات. حاضر، زيت اللي أنا هعملها للفخدة نفسها بقى، الزبيب ده هاخده وانقعه في مية لمدة 10 دقايق. هاخد اللوز ابدأ اللي انا احمصه، هناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هبدأ لم حاجتي واطلع السلطة عشان هبدأ اللي انا افرمها ونقدمها مع الفخدة. انا عامل فخدة قبل الهوا هنشوفها، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. هو انا على فكره الفكره اللي انا ممكن ايه اقوم شايلها وعادي،
لكن هي الفكره برضو المتعه ان انت تكسري، فعادي يعني لو الموضوع لذيذ نشتغل على كده. هو الاكل ايه غير اثاره يعني؟ صلى على رسول الله. بص تحس لها أجنحة هتطير اهي لوحدها. نشيل بقى ايه الخيوط دي. يعني المنظر ده يكفي. المنظر ده يكفي. اللي الدبارة بتطلع باللحمة. بص تحس انت مصطاد حتة سمكة دي بقى يعني. بص دي بصراحة عايز ايه؟ عايز حد ياكلها. بص دي عاملة ازاي حتة اللحمة؟ ما شاء الله. خلينا أهم حاجة ايه؟ اللي عايز أطمن عليها مش اللحمة، اللحمة خلاص عرفنا اللي هي استوت، لكن اللي عايزين نطمن عليها أكتر هو ورق العنب. والله ما مستاهلة السكينة، حرام اللي أنا أبهدل السكينة فيها. هي عايزة شوكتين. نص اللحمة. مش عارفين نمسك حتة اللحمة من ايه، من كتر ما هي دايبة. ايه محشي ورق عنب بقى؟ بص الكلام اهو. بصي لا وايه ده بطعم الضاني يعني. الفكره كمان اللي هو بطعم الضاني. طب هو يا عم ده ما تعجنش زي ما هو سليم. انا حبيت بس اوريك الفكره بتاعته. بص عامل ازاي الواحده هتطلع سليمه زي ما هي. تقوم عامله ازاي بقى، بيتاكل ازاي ده؟ بيتاكل كده وتقوم واخده حته اللحمه من دي اهي، وبالوحش ورق عنب وتاكليها بالهنا والشفا. ده الشكل النهائي للحاجه بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله. بص حته اللحمه من تحت دايبه ازاي. حاجة كده ايه من الاخر الهنا والشفا. حتة الفخدة بتاعتنا بمحشي ورق العنب. نلم حواليها بقى ونظبط لها الدنيا عشان لسه هنعمل لها مكسرات ولسه هنعمل لها رز بالخلطة. تمام يا ريس اهو. وتقدري تعمليها في الكتف لو عايزة تعمليها في الزند نفسه تقدري تعمليها فيها وهتطلع تمام التمام ان شاء الله. خلي بالك ده لسه في لحمه من تحت، هي الوش بس اللي فيه ورق عنب، ده لسه في لحمه كتير حواليها. فطول ما انت بتفتحي طول ما انت هتلاقي كمان لحم فيها كمان لحم الفخده. تعالوا بقى نشوف نعمل المكسرات ازاي. يلا بينا. زبيب مع اللوز والرز خلاص خدناه. السلطة المشوية. الفلفل الأخضر. بصل قورمة. البتنجان العروس بعد ما نجيبه. بص ازاي اهو. نبدا ان انا اشيل منه اللحم بتاعه ونضيفه هنا على السلطه. وكده السلطه المشويه جاهزه اللي انا هقدمها جنب الفخده. هجيب بقى معلقه طحين عليها وشويه بابريكا وكمون وشطه. وبعد كده اقوم واخد عندي معلقه عصير ليمون. وبعد كده عندي شويه من الملح والفلفل.
شويه ملح صغيرين. ونقدم السلطه المشويه. هجيب عندي المعلقه واجيب الطبق اللي انا اقدم فيه. طب لو تعرفي تكسريها عن كده كسريها. يعني هو للاسف انا وقتي خلص، فانا ايه بحاول اجري شويه وبعمل لك طبق بس صغير عشان نقوم واخدين دي حاطين ده هنا. اه تمام. رز اللبن طبعا كل شويه ايه هنروح له. وادي الزبيب. ناخد عندنا قطعه من اللحمه. بسم الله ما شاء الله. وبعد كده نقوم حاطين المحشي على السلطه المشويه وبالهنا والشفا. طبق محترم قوي، يعني طبق ايه كل واحد ياخد طبق، ياخد شويه سلطه مع حته لحمه مع محشي ورق عنب وبالهنا والشفا. وبعد كده ايه ياخد ولا تنسى نصيبه من المكسرات. والباقي ده يا عم جمل نروح فين؟ نوزعه على الفخده نفسها. وده الشكل النهائي، شغل مطاعم بنعمله لك. احنا البرنامج اسمه المطعم، فاكيد بنعمل لك الشغل اللي انت بتلاقيه في المطاعم هتلاقيه موجود عندنا هنا في برنامج المطعم. الرز بلبن زي ما اتفقنا بعد ما يخلص بنبدا نجيبه وابدا اقلبه على طول واحده واحده، وبعد كده ببدا ان انا اضيف له عندي السكر. فانا وريت لك الفكره بتاعته، بعد ما يختم عندي بحط عندي معلقتين اتنين من كريم شانتيه، يعني بقلبه هو شغال عندي على النار اهوت نار متوسطه، واقوم رايح له ضايف له الكريم شانتيه بتاعنا معلقتين اتنين من الكريم شانتيه اهو، ونديله تقليبه واسيبه عندي لحد ما يبدا يربط معايا. طيب بعد ما يربط معايا كويس جدا ببدا ان انا اضيف له عندي السكر حسب الاحتياج، وابدا اصب عندي في كاسات واوريه لك ان شاء الله وانا بختم، عشان لسه هقدمه بحاجات ثانيه كتير جدا جنب الاكله دي. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. كل ما هو جديد ان شاء الله تلاقوه عندنا في برنامج المطعم. اشوفكم على خير في حلقه جديده. والمعلم عصام احنا لسه هنصب الرز دلوقتي اوريه لك واحنا بنختم مع أوز جمل. والمعلم عصام بكره القصاص هيبقى موجود معانا بكره، هنعلق الخروف وهنعلق الفخده وهنجيب برضو نوع من انواع القطعيات اللي موجوده او قطعيه معينه من الخروف ونتناقش انا وهو نشوف هنعملها ازاي ونعملها لكم في الحلقه ان شاء الله. انتظروا المفاجات بكره باذن الله نكمل سلسله عيد الاضحى المبارك، عاده الله علينا بالخير والبركات. اشوفكم على خير، سلام عليكم.